عقد سعد الدين عثماني رئيس الحكومة تأخر البرلمان بغرفتيه في المصادقة على مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تجرم الإثراء الغير المشروع. وقال العثماني خلال انعقاد جلسة شهرية بمجلس المستشارين بأنه غير معقول أن يظل مشروع قانون يجرم الإثراء غير المشروع 4 سنوات في البرلمان، داعيا البرلمانيين إلى تسريع المسطرة التشريعية المدلكة من أثر على محاربة الفساد. وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع، معتبرا أنه من غير المعقول أن تتم محاكمة عدد من المسؤولين بسبب الرشوة دون أن يتم التحقيق معهم بشأن ثرواتهم التي ركموها لسنوات. في ذات الوقت أكد العثماني أن الحكومة تبذل جهودا حديثة من أجل محاربة الفساد والمفسدين، مبرزا أن تحقيق النجاح في مكافحة الفساد ومحاصرته سيمكن من تحقيق تنمية منشودة وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.